One, two, three. It's a sim, it's a lifetime. It's a sim, it's a new day. شكرا بزاف خوتي والله. شكرا لكل واحد كيصيفط لي ميساج كيقول لي ايوب تبارك الله عليك راك غادي. شكرا لكل واحد كيصيفط لي ميساج وكيقول لي ايوب واش بغيتي نعاونوك في هذه نصيفطوا لك هذه. والله والله العلي العظيم ما تخيلوش الفرحه ديالي ما تخيلوش. كنقول واش بصح هادشي. والله والله اخوتي شكرا بزاف. شكرا شكرا لكل واحد كيصيفط لي ميساج وكيقول لي ايوب كمل. شكرا لكل واحد كيقول لي ايوب راك يعجبني داكشي اللي كدير. شكرا لكل واحد صيفط لي ميساج وقال لي راه نقدروا نعاونوك فلاشين. شكرا لكل واحد كيبارطاجي. شكرا لكل واحد دار جيم. شكرا لكل واحد دار كومونتير. عرفتي داكشي راه ما تخيلوش هو المحرك هو الشحنه. عرفتي ملي كتجي وكتلقى كتلقى واحد دير لك ميساج ولا شي واحد وكاين اللي قال لي كاع نصيفطوا لك فلوس باش دير اشهار الفيديوهات ديالك. انت اللي خاصك انت الفيديوهات ديالك اللي خاصهم يشوفوهم المغاربه ماشي داك القتل والذبح والهضره الخاويه والبلبله اللي تافهه. شكرا لكم بزاف والله لهذه الطاقه كتخليني نوض مع الصباح وكتخليني نقول ايوب خاصك تخدم وهذا نهار جديد وخاصك تعيشي واخا ما عرفت شنو يوقع. عيش النهار ديالك ومع ذلك دير الفلوق واخا ما يكون النهار ديالك ممل ولكن شد الكاميرا وهدر ناس كتسناك. والله الا شكرا بزاف. عتي انا كانت فيا الطاقه ودائما نشيط داكشي ولكن مني وليتو معايا نتوما دابا وتبارك الله العائله ديالي بدات كتكبر. انا كنت باغي غير 10 20 صحابي يكونوا كيشوفوا فيا ويشوفوني شنو كندير ونشارك معاهم. دابا الحمد لله كثرات ولات 200 واحد كيشوف اكثر من 200. والله الا هادشي شنو نقول لكم شكرا بزاف. شكرا. عرفتي اش كديروا دابا راه كتحيوا في واحد الانسان في واحد الانسان. ان شاء الله غادي نعاود لكم القصه ديالي في شي فيديو ونعاود لكم القصه ديالي من الاول ان شاء الله حتى الاخر. وفعلا هادشي اللي كديروا والله الا كتحيوا انسان في داخلي باغي يوصل باغي الطموح ديالو وخا اللي دايرين به ما كاينش اللي كيعاونوا معدودين بالاصابع قدر تحسبهم غير بيد وحده. حيت كتعرفوا نتوما حنا المجتمع المغربي ديالنا كاين غير هرس كاين غير هرس ما كاين غير حطم. ولكن الحمد لله بالهضره ديالكم وانتم علاش كنت كنقلب على وحدين اللي يامنوا بانسان انه باغي يوصل وممكن يوصل. علاش ما يوصلش؟ علاش؟ حيت هو مغربي كيدوي بالدارجه يعني ما كاينش اللي كيفهمو بزاف. ولكن الحمد لله معكم نتوما والله الا غنوصل. وانا دابا ولا عندي اليقين الحمد لله كما كيقول الله سبحانه وتعالى ان للانسان ما سعى وان لسعيه سيرى. وهذا بعد يوم بعد يوم كنتاكد وكنقول الحمد لله كاين الخير في البلاد. واخا اختاريت انني ندوي بالدارجه وقلت الحمد لله ولاد البلاد اللي كيقولوا حنا ما كاينش اللي كيحطم كاين الحمد لله الخير. والله تشوفوا الميساجات اللي كتوصلني اخوتي من عند الدراري شباب بحالي شباب باغيين حتى هما ينجحوا كيقول لك ايوب برافو عليك داكشي اللي كدير. وهو عارفين هادشي اللي كنقدم راه باقي عيان يعني باقي المحتوى باقي ما كاينش ومع ذلك يقول لك برافو عليك وهادشي والله ما نكذب عليك. شكرا 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 شكرا. يلا خوتي خليكم ونعيشوا هاد النهار بسم الله. خواتاتي كما كتشوفوا دابا ان شاء الله غادي نمشي نتلاقى مع دري صحابي في المكتبه ندي معاهم واحد اللقاء. دابا الاصدقاء ديالي عندي معاهم لقاء في المكتبه كما كتشوفوا دابا راني يلا خرجت من الدار. داكشي بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي زعما علاش ما كديرش المونتاج الفيديو بزاف وداكشي. والله انا شي الفيديو ملي كنلوحو المره الاولى ما كنبقاش نعاودو بحال دابا هاد الفيديو صافي سواء خطات سواء ما خطاتش لان الوقت صاحبي كما كتشوفوا يوميا كندير فيديو. عرفتي يوميا كل مره كل اللي كيدير كل كاين اللي كيدير فيديو في الشهر وكيبقى يقطع ويصوب وحنت الوقت حيت انا علاش اختاريت ندير لي فلوغ وما اختارش ندير لي بودكاست وداكشي. حيت لي فلوغ فقط كتصور غير انت اش كدير وفي نفس الوقت كتحاول تكبر العائله ديالك في اليوتيوب وفي نفس الوقت كتحاول ما امكن انك دير فيديوهات. هادشي علاش انا اختاريت لي فلوغ حيت
بطبيعة الحال ماشي ساهلين. مرة الوكسيون نقول صافي غير غتصور غير حياتك، ولك الحقيقة راه ماشي سهلة، ماشي سهلة. المهم انا الاخوان كان نسمحوا لي بزاف على بعض المرات كيكون شويه الملل في الفيديوهات وداكشي، ولكن ضروري بعض المرات كتكون واحد حيت لي فلوغ ان شاء الله بشويه بشويه غادي نطوروا، وبشويه بشويه غادي ندير هذاك، نحاول ما امكن انني نطور ديك الخدمه او داكشي. راه فؤاد كيتسنانا، شوف فؤاد كيتسنانا لهيه. المهم نخليكم الإضاءة ديالي هامبولا. شنو بغيت نقول لكم اليوم؟ اليوم غندوي لكم على واحد الموقع اللي هو واعر بزاف الحقيقة. بديت فيه كنتعلم لونجلي، ودابا مني وليت كندير القضية مع الكول وداكشي مابقيتش كنحتاج ندخل ليه، ولكن كنقول لخوتي اللي ما عندهمش كيفاش يتواصلوا مع الكول مباشرة، انا الموقع اللي كنت كندخل ليه دائما كنت كندخل ليه ملي كنت في الدار، كنت دائما كندخل ليه، هو سميتو فيغ بلينك. نحاول نكتب لكم الليان ديالو هنا، نكتب لكم السميه ديالو هنا، ونحط الليان ديالو في الديسكريبشن باش تحاولوا تدخلوا ليه. هذا الموقع واعر بزاف. شنو كدير؟ فقط كتدخل ليه وكتتلاقى مع ناس من مختلف العالم. تصور معايا تعرفت على ناس منه بزاف، شحال ديال الكور وشحال ديال الكوريات، تعرفت منهم المانيا فرنسا امريكان. كتجلس بحال هكا كاينين بحال الغرف، وكتدخل لديك الغرف وكتبقى تدوي معاهم بالانجلي. بطبيعه الحال كاينين لغات بزاف، ولكن انا كندوي مع الدراري اللي كيتعلموا الانجلي، حيت بزاف الدراري كيتعرفوا كيقول لي كنتعلموا الانجلي بحالي كيتعلموا بحالي الانجلي. يعني هذا الموقع الا بغيتوا تدخلوا ليه واعر بزاف. كنت كنشد فيه تقريبا ستون ساعه ساعتين ثلاث سوايع وانا كندوي على الاقل، حيت كدوي غير في البيسي مع ناس هما كيحشموا حتى هما، كتلاقى معاهم الطبيعه وكتبدا تدوي معاهم. هذا الموقع بزاف والله غتستافدوا منه بزاف، حيت تصور معايا كانت ساعات وساعات وانا جالس فيه كندوي. على الاقل ما كنتش كنقد نسقم لونغلي، ولكن كاين ديك واتس يور نايم هذيك الدخله بقيت كنعاودها في ديك السيت صافي تهرتها. حتى ملي جيت في الواقع هنايا ملي بغيت نقولها مابقاش ولا عندي مشكل في ديك الدخله وداك الشيء. المهم خوتي دخلوا لهذا السيت ان شاء الله وغادي ينفعكم بزاف. اليوم ما خرجتش هاد الايامات، عندي شويه الخدمه بزاف، ما قدرتش نخرج وما قدرتش نصادف الدراري اللي عندي في الدار. كما قلت لكم انا كندير لي فلوغ، يعني سمحوا لي الدراري الا ما كنتش خرجت وداك الشيء وما صورتش شي بلاصه بعيده، صورت في الدار. ولكن ان شاء الله ما غنحبسوش هاد لي فلوغ وغنبقاو نديرو كل نهار فلوغ، واخا نعرف ما ندير والو نجي نقول لكم كيدير خوتي لاباس عليكم اليوم غنديرو والو فين الفلوغ. اوكي اخوتي شكرا بزاف، واللي عنده شي حاجه وبغيني نديرها في الفلوغ مرحبا بكم اخوتي. عندي الشين ماشي ديالي انا، ولكن ديال كاع المشاهدين وكاع المتابعين اللي كيتفرجوا فيا. بغيت نقول لكم نساليو هذا النهار ونساليو هذا الفلوغ، وغدا ان شاء الله يوم جديد ونوضو. وشكرا بزاف عطيتي، خصوصا ملي درت الفيديوهات الاخرين
كم هائل من المساجات، كم هائل والله، الا كم هائل. وشكرا لكل واحد قال لي اجي نصاوب لك البانر ديال اليوتيوب، كل واحد قال لي هكا الفلوس باش دير البيب الفيديوهات ديالك، شكرا بزاف. وفي الحقيقه كما غن بديت الفلوغ وانا كنشكر فيكم، وغنسالي الفلوغ وانا كنشكر فيكم، وغنقافل الفلوغ وكنشكر فيكم، حيت بلا بكم انا ولا شيء. وفعلا الحمد لله استجب لي الله الدعوه ديالي، قلت يا رب رنية ديالي عالمها هو انني نتلاقى مع ناس بحالي، ناس طبيعيين، ماشي حتى في الفلوغ ما كنحتاجش نبقى المونتاج بزاف، طبيعي الحمد لله يعني. وبغيت نتلاقى مع ناس بحالي، تا هما عاديين ولكن عندهم حلم، عندهم رؤية في الحياة، كيشوفوا في واحد الرؤية انهم غير حقوا، وتا حاجة ما مستحيلة مع الله اكبر وممكن. بغيت نقول لكم خوتي دائما عيشوا بالامل بالحب بالحياة كل شيء، وطز في العباد، فقط دير داكشي اللي بغيتي وعيش كما بغيتي. هذه ماشي كنقول نصيحة، ولكن هذه دائما كنقولها لراسي ودائما غنبقى نقولها لخوتي في الفلوغ. مهم، شاو، ونشوفكم غدا ان شاء الله. سلامة.